not required. Just you have to know a type of hypersensitivity, a type of engine, a type of antibody. Example, type 2 hypersensitivity او بسميها antibody mediated hypersensitivity. Example اللي هي زي في حالات الاوتو اميون هيموليتيك انيميا، زي في حالات البنكس فالجاريس، ده type of skin diseases بيجي في السكين يعني، زي في حالات الروماتيك فيفر، زي في حالات الهايبرثايروديز او البرنيشيوس انيميا. لازم تعرفوا الاكزامبلز دي يا جماعه، يعني كل تايب اعرف ايه الاكزامبل بتاعه، مهم جدا. نيجي بعد كده لتايب 3 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، برضك نفس الكلام، هقول ايه وات از ايه اللي بيعمل ميديشن. الانتيجنز، في ميني انتيجنز ريلي، زي في حالات اللي هي الايه السيرم سيكنس والارسس رياكشن. اوكي، والتايب اوف انتي بودي هنا اي جي جي ميديتد رياكشن، يعني انا جاست انا اعرف الانتيجن ايه والانتي بودي نوعه ايه والاكزامبل ليها ايه. اكزامبل هنا اهوت بسميها سيرم سيكنس او ارسس رياكشن، ودي بسميها اميون كومبلكس ميديتد. ليه؟ لان الرياكشن هنا بيحصل نتيجه لانجن انتي بودي كومبلكس نفسه اتسلف، بيعمل ايه؟ بيعمل الرياكشن، ودي بسميها اميون كومبلكس ميديتد هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. اوكي، زي ما احنا شايفين هنوت في الايمجز، ادي البي سيل اهيت ديت هنوت بيحصل فورميشن اوف انجن انتي بودي رياكشنز على السيل اتسلف. طبعا هنا في كومبلمنت فيكسيشن اهوت، فبالتالي بيحصل ان هو ايه ديستراكشن للسيل اللي هو واقف عليها، ديستراكشن للسيل. والانجن دوت زي ما قلت لكم ممكن يبقى اكسوجينس او ممكن يبقى اندوجينس رياكشن. اكسوجينس زي اي انفكشن او اي ميكروب، البروتينز بارت بتاعته هي اللي هتبقى ايه الانجن اتسلف، او اندوجينس زي في حالات النيوكليو ايه بروتينز. اوكي، هيعمل انجن انتي بودي رياكشنز ودوت ات ويل ليد تو ديستراكشن اوف السيل اند انفلاماتوري ايه رياكشن تو. ان اهم حاجه في التايب زي ما قلت لكم هنعرف الانجين انتي بوديز اند اكزامبل ليه هوت السيستيميك لوبس اريثروماتوزس. السيستيميك لوبس اريثروماتوزس دوت اوتو اميون ديزيز، بيبقى افكت اول اورجنز، بيافكت الجوينتس، افكت اللونج، الكدني، يعمل نيفرايتس، يعمل سكين ليجن، يعمل ارثرايتس، افكت مالتيبل اورجن افكشن. وبرضك هنا اكزامبل برضك لتايب 3 هايبر سنسيتيفيتي از بوست ستريبتوكوكال جلوميرولي نيفرايتس اللي احنا خدناها في الاول. بوست ستريبتوكوكال جلوميرولي نيفرايتس قلنا نتيجه الانفكشن بالستريبتوكوكال بتهمورتك ستريبتوكوكال انفكشن. ففي سام تشيلدرن الرياكشن دوت ويل ديستراكت الكدني الجلوميرولي اوف ذا كدني ويل ديستراكت الجوينتس اند الفالف اوف ذا هارت، فيديني روماتيك فيفر ويديني جلوميرولي نيفرايتس. وفي حاجة اسمها الايه السيرم سيكنس، برضك ان هوت الانتيجن نفسه هو نفسه بيبقى الفورين سيرم بروتين، زي الناس اللي بياخدوا فاكسين. في ناس بعض الناس اللي بتاخد فاكسينيشن بيحصل لها رياكشن اجينست الفاكسين دوت. ليه؟ لان الانتيجن نفسه عندها الرجي من الكونتنت اوف فاكسين، فده يعتبر هو الانتيجن، يدخل يعمل رياكشن على الجوينتس ويعمل لي ارثرايتس، يروح على البلاد فيزلز يعمل لي فاسكولايتس، يروح على الكدني ويعمل لي ايه نيفرايتس. اوكي، فده ما بيحصلش في كل الناس، بيحصل في سيرتن ايه بيبل او سيرتن بيرسونز. اوكي، يبقى ده تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. اني كويتشن؟ اوكي، بعد كده ناخد تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. تايب 4 بيسموها تي سيل ميديتد، لان التي سيل هنا لها رول كتير جدا، ان هي بتعتبر الايه اللي بتطلع الرياكشن نفسه، المسؤول عن الرياكشن. التي سيل بس ما تي سيل ميديت زي التي هيلبر سيل 1 اند تي هيلبر سيل 2 والسيتوتوكسيك سيلز. اوكي، والانجين هوت هيبقى ينوت ايه موجود اصلا على السيل اسوشيتد، زي في حالات الايه زي ما قلنا التي بي. لو حد خد التي بي، التي بي نفسه هو الانجين، هيدخل يعمل ستيميوليشن التي هيلبر سيل والسيتوتوكسيك سيلز ويبدا يعمل انجن انتي بودي رياكشن ويبدا يعمل لي الجلوميرولاي، الجلوميرولاي بتاعه التي بي، زي ما كلنا خدنا كده نوت ايه خدنا التي بي فاكسينيشن اللي هو الفاكسينيشن بتاع الدرن. اوكي، اللي بعد الفاكسينيشن ده هتلاقي فيه اليفيشن ات ذا سايت اوف اليفيشن، الاليفيشن ده شويه في السكين، الاليفيشن ده نتيجه للرياكشن، هو نتيجه للانجن انتي بودي رياكشن، عمل زي سمول جرانيلوما اندر سكين، ودي بتبقى بيرمننت تفضل فور ايفر. اوكي، او زي حد عايز اعرف مثلا هو ايه
اوريدي اخد تي بي قبل كده او لا، بعمل له حاجه اسمها تيوبركلين تيست، يعني بعمل له انجكشن بسمول اماونت اوف تي بي التيوبركل باسيلاي اللي هي الاورجانيزم بتاع التي بي نفسه. فلو هو اوريدي كان سنسيتايزد او اوريدي خد الانفكشن قبل كده، هلاقي فيه رياكشن. هلاقي رياكشن يعني ايه؟ يعني مكان الانجكشن ده هلاقي بقى فيه اليفيشن وفيه ريدنس وفيه سويلنج، ده انديكيت ان هو اوريدي حصل رياكشن، ان هو اتعرف على الانتيجين دوت. اوكي نيجي بعد كده نوت ايه، او في حالات الكرونيك الرجي، الناس اللي عندهم كرونيك الرجي او الناس اللي عندهم كونتاكت درماتيتس. كونتاكت درماتيتس دي كلها تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. خلاص يبقى انا في الهايبر او بسميها برضك نوت ديلي تايب او ديلي هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، يعني بسميها تايب 4 او تي سيل ميدييتد او بسميها ديلي هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. اي حاجه من اسماء الثلاثه دول بنسمي بيها تايب 4. قلت لكم الاكزامبل زي في حالات الاتش بيرتلي رياكشن او الالرجي كرونيك الرجي. خلينا ناخد اكزامبل مثلا للتي بي. تخيل دلوقتي اللي هو التي بي دخل جسم حد وبدا يعمل نوت ستيميوليشن للهيلبر سيلز، تي هيلب سيل، وستيميوليشن لسيت توكسيك سيل، فبدا يعمل الرياكشن بتاعه على شكل جلوميرولاي. فالجلوميرولاي دي بتبقى عباره عن ايه؟ اكيوميليشن اوف شويه ليمفوسايت، شويه ابسيليويد سيل، ممكن الاقي فيه نوت جاينت سيل بسميها لانج هاند جاينت سيل. خلاص دي بسميها تي بي جلوميرولوما او جرانيولوما. الجرانيولوما ديت هي ديت الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن او ده الرياكشن اللي حصل بتوين الانجين اند الانتي بودز عشان يطلع لي الجرانيولوما دي، فده بسميه تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. طيب قلنا كمان هناخد الاكزامبلز تاني للهايبر سنسيتيفيتي رياكشن زي الناس اللي هم تايب 1 دايابيتس ميليتس، اللي هم بيجي لهم الدايابيتس وهم انفانت صغيرين او هم تشايلد صغيرين. فده بيبقى عبارة عن ايه؟ ان في certain antigen بتعمل بتهاجم البنكرياتيك اي بي سيل اللي بتطلع الانسولين، بتهاجمها ما بيطلعش الانسولين، فبالتالي بيحصل ايه؟ الدايابيتس. اوكي زي الناس اللي عندهم مالتيبل سكليروزس، المالتيبل سكليروزس برضه بيبقى في certain antigen بيبدا يهاجم المايلين شيز بتاع السي ان اس ويبدا يعمل نوت ايه؟ السيمبتومز بقى السي ان اس سيمبتومز. زي في حالات الروماتويد ارثرايتس برضه بيبقى في نوت انجن، بس هم ما يقدروش يوصلوا مين السيرتن انجن اللي بيهاجم الجوينتس عشان يعمل فيها الرياكشن او الارثرايتس دي في حالات الروماتويد ارثرايتس. زي في حالات الانفلاماتري باول ديزيز او حالات الكرونز ديزيز بيبقى فيه نوت ايه؟ انتستينال ميكروبس، مش محدش قدر يعرف ايه بالظبط الميكروبس اللي بيهاجم الانتستين ويبدا يعمل التايب 4 هايبر سنسيتيفيتي دوت، لكن هو ايه؟ يعتبر انون انجن بيحصل لسيرتن بيبلز، بس الاكشوال انجن از انون ستيل انون. اوكي زي ما قلنا في حالات الكونتاكت درماتيتس ان سيرتن بيبل اكسبوز تو سام كيميكال من الانفايرمنت ويبدا يحصل لهم ايه؟ درماتيتس. مش كل الناس بيحصل لهم كده، بس الناس اللي عندهم هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. اوكي ومهم جدا ان نعرف الاكزامبلز اوف الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن. لو جينا خدنا اكزامبلز كده ازاي الاسئله يجي من الامتحان دوت، يجي من الليكتشر دي، هنقول مثلا تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي يبقى ده which تايب which one is type 1 hypersensitivity anaphylaxis مثلا. اوكي type 2 hypersensitivity دوت مثلا Graves disease، type 3 is a serum sickness، type 4 is a contact dermatitis and so on. يبقى very important to know the type of hypersensitivity, the example, the type of antigen and type of a of antibodies. اوكي طيب احنا كده already finished our lecture for today. any question؟ هناخد برضك هنا الـ practical of immune system نفس الـ same pictures which we already talked about it during the lecture. زي ما احنا قلنا هنا هو ادي tonsillitis، ده حد عنده tonsillitis اهي main infection هنا streptococcal beta group A beta hemolytic streptococcal infection. مش اي type of infection، لازم يكون group A beta hemolytic streptococcal infection، ومش كل الـ children certain children اللي عندهم ايه hypersensitivity reaction. خلاص بيحصل كروس رياكشن هنا، هو زي ما بيهاجم الميكروب اللي موجود في التونسل هيهاجم برضك الايه البيزمنت ممبرين اوف جلوميرولاي بتاعه الكدني، يعمل لي جلوميرولونيفرايتس اللي هي انفلاميشن في الكدني. اوكي طيب هنا هو هيقول لك هيجي ازاي السؤال، هيقول ايدنتيفاي ليشن از جاست انفلاميشن ذا تونسلايتس. اوكي طيب ايه هو الاورجانز اللي افكتد از ا كومبليكيشن اوف ذيس انفكشن از ا كدني. اوكي هيحصل جلوميرولونيفرايتس.
ده الـ next example is viral hepatitis. في حالات الـ viral hepatitis بيطلع برضك إن هو الـ ancient antibody reactions it will destroy the microbes which present inside the hepatocytes. يعني الفيروس نفسه موجود inside the hepatocytes بيحصل destruction of hepatocytes and destruction of organism. فبالتالي بيحصل هنا وات ايه necrosis and destruction of the liver cells. It is they identify lesions. This is a chronic hepatitis. عرفت ازاي ان هو chronic hepatitis؟ ان في هنا وات infiltration by inflammatory cells اللي هي mainly lymphocytes. شايفين دي lymphocytes mainly موجوده in between the hepatocytes موجوده في البورتال تراكت وعامله encroachment على الايه على الهيباتيك لبيولز يعني داخله كمان على الهيباتيك ايه لبيولز. طيب which type of lymphocytes responsible for this reaction is cytotoxic T lymphocyte. الاسئله دي كده في الاصل اوكي. طيب ديت هنا وات allergic rhinitis اللي هم الناس اللي هم exposed ل certain environmental agent وعندهم على طول allergic rhinitis nosing and rhinorrhea red eyes دي كلها نتيجه ل type 1 hypersensitivity reaction. So identify lesion is allergic rhinitis which type of hypersensitivity is type 1. ايه الارتكاريا برضه احنا قلنا طيب it's a type 1 hypersensitivity reaction. الارتكاريا شايفين الريشز اللي هي الريشز دي اللي موجوده دي نتيجه ان هو exposed to certain agent any environmental agent it will lead to ارتكاريا خلاص. فممكن يعمل لي نوت ايه او الناس مثلا حتى even الناس اللي بياخدوا دراجز معينه او كده بيحصل لهم نتيجه للدراجز ديت ارتكاريا او ممكن ingest certain foods فبيعمل لهم ان هو gastrointestinal infection and diarrhea او ممكن يعمل لهم برونكوسبازم اللي هو inhaled لو حصل inhalation للانجن فيعمل لهم برونكوسبازم and asthma. اوكي ايه identify lesion شايفين lesion rashes حمراء كده موجوده at the back ديت ارتكاريا type 1 hypersensitivity. طيب ديت اللي احنا قلنا عليها type 3 hypersensitivity reaction او بيسموها اللي هي الايه إريثروماتوزس اللي بيسموها الزئبة الحمراء العربي الزئبة الحمراء systemic lupus erythematosus. اوكي this is type 4 hypersensitivity. شايفين بتبقى rashes red rashes كده موجودة على التشيك عاملة زي butterfly واضح شكل الفراشة butterfly appearance كده بتبقى very characteristic not only affect the skin but affect all organs ممكن affect the lung the kidney all organs. هنا case of chronic dermatitis هنا ال person دوت exposed to certain antigen environmental antigen contact مع ال skin ممكن chemicals او الحاجات اللي هي منظفات او اي chemicals تعرض لها بدأت تعمل له نوت ايه allergic reaction في ال skin. شايفين ان هو في بيولز هنا في ال skin و some red rashes كده يبقى دي type 4 hypersensitivity reaction. يبقى دوت contact dermatitis type 4 hypersensitivity reaction. ان التي بي برضه جرانيلوما ان الجرانيلوما بتاعت التي بي دي نتيجه الانجن انتي بودي ريأكشن بيحصل نوت اكيميوليشن اوف الليمفوسايت زي ما احنا شايفين كل دي ليمفوسايت وبيحصل نوت ايه سنترال نيكروزس ادي هنا في سنتر في نيكروزس في شويه ايبيثيليويد سيلز ممكن يبقى في لانج هان جاينت سيل بس هي مش موجوده في الفيلد ده لانج هان جاينت سيل انا مش قادره اشوفها قوي في الفيلد ده فدي بسميها تي بي جرانيلوما نتيجه ايه هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن ودي سنترال كازيشن يعني او سنترال نيكروزس. ليه في كازيتنج نيكروزس؟ عشان هنا وات السيلز بتموت في السنتر بيحصل لها نيكروزس يعني ديث فبالتالي بتحصل ديس ابير لكل السيلز وبس جاست في ريمننت اوف نيوكلياي هو اللي موجود. زي بينك هيموجينس ماتيريال كده وفي ريمننت اوف نيوكلياي. اوكي؟ اللي هي تي بي او تايب 4 هايبر رياكشن. فجيب برضك ذا سيم ايمج. By this slide, we already end our practical. If you have any question in practical or lecture, more than welcome.